باشرت الكوادر الفنية والهندسية للحشد الشعبي بإنشاء مجمع المهندس السكني في سوريا المخصص لمتضرري الزلزال في مدينة حلب المنكوبة. هذا المشروع يضم 500 وحدة سكنية وعلى 5 مراحل، لكل مرحلة 100 وحدة. مساحة المسكن الواحد 36 متر مربع. تتكفل الحكومة المحلية هنا بتوفير البنى التحتية، فيما تقوم هيئة الحشد الشعبي في المرحلة الثانية بتجهيز المفروشات والأغطية وبقية التجهيزات المتعلقة بمساعدة المواطنين المهدمة منازلهم بالاستقرار والسكن في هذه المدينة التي خصصت كدعم وهدية من الحشد الشعبي لشعب سوريا.